السلام عليكم المغاربة، الجالية المغربية المقيمة بالخارج. حنا كنجيو من فرنسا ومن هولندا باش فرحانين نوصلوا لبلادنا. كي كانت دخلوا لمليليا شوفوا فين كيلوحونا فهاد الخلا. هادي دابا تقريبا راه شي ساعة وحنا مليوحين هنا، ديجا ما خرجنا من هنا بحال اللي كيجريو علينا من هنايا، وهما في الرام رايحيننا. الحرارة 28 درجة، هي لاكليم خدام والطوموبيلات ما كيبوجيوش. الجاليه المغربيه هي مرحبا بكم في بلادكم. والديوان ديال المغرب ووزير الخارجيه اش كيدير؟ ترى الحقوق ديالنا، حنا خلصوا الزباب ديال الفلوس باش نجيو لبلادنا، منين نجيو نلقاو راسنا مكرفسين هكا؟ واش حنا نستاهلوا هذا الشيء هذا اون بليس بلادنا؟ اي والله يهدينا والله يجعلنا نعيقوا ونحيدوا الكوستيمات ونخدموا شويه. فين كانت كرفسه؟ هما المغاربة، ها الجالية المغربية، ها الجالية المغربية، ولا غير أورو اللي كيعجبكم؟ اللهم هذا منكر، ها الحقرة هذه.